قال الرجيج لا ما قلت لها لأرتي إنه أخذنا قرض من الزلمة، قلت لحالي بفتح مركز التدريب بالأول وبعدين بعمل لها إياها لأرتي مفاجأة كبيرة، بس متمني تمشي كل الأمور بسرعة. على أي حال أنا وعيلتي حملناها فوق طاقتها هموم ومتاعب كتيرة، بس لما يفتح مركز التدريب وقتها أكيد كل أحزان آرتي رح تخف وتنتهي، ويمكن يخف الظلم كله عن آرتي وعيلتها، وأكيد بهالطريقة الوضع بيناتنا رح يصير أحسن من الأول، وهي رح تكون الخطوة الأولى بطريق سعادتها لآرتي. بعرف إنه لاعبين من الدوري الوطني لكرة السلة بدهم يجوا هالمرة، وإنه أنا الوحيدة اللي اختاروني من بين رفقاتي كلهم، بس في رسوم عالية كتير ولازم تندفع، وأنا ما بقدر أطلب هالمبلغ من أبي أبداً. بابا زوج أختي من فترة بسيطة وهو هلأ رح يتقاعد عن قريب كتير، طيب من وين بدي جيب كل هالمصاري؟ لهيك كنت عم أقول لحالي شيل فكرة التدريب كلها من رأسي. إيه بعرف الواحد مو على طول بتصحل له هيك فرصة. ماشي لا تهتمي بهالقصص، خلاص أنا بحكي معك بعدين، يلا باي. بابا أنا ما انتبهت عليك. تعال عدي. ما كنت عارفان انه بنتي الصغيره كبرت هالقد لدرجه صار عندها اسرار وعم تخبيها عني، مع انها كانت تحكي كل شيء لابوها حتى اصغر شيء، وبابا بيكون بيت اسرارها، صح هالحكي؟ الا اذا كنتي بدك تزعليني. بنتي لا تحملي هم ولا تفكري سواء كان معي مصاري او لا، ما بيصير تفكري بهي الطريقه، فهمتي؟ مزبوط انا صرفت مصاري كتير على عرس آرتي الله يهنيها ويوفقها، وصحيح إني رح أتقاعد بعد فترة، بس حبيبتي هالشي ما بيعني إني ما بقدر أصرف عليك وأمنك. أنا حاسس إنك عم تصيري مثل أختك آرتي، مزبوط؟ آرتي كمان هيك كانت تحمل همي، كيف أبوها كان يدبر كل شي، بس يا بنتي لازم تعرفي كمان إنه أنا عندي بس بنتين، وكل واحدة فيكن في عندها أحلامها وعندها مصاريفها كمان، بس أنا أكيد يعني مجهز حالي منيح لهي المصاريف مشان أملكن متطلباتكن. بس يا بابا رسوم هذا التدريب غالية كتير. بس صدقيني مو أغلى من أحلامك يا بنتي، وبعدين أحلامي مرتبطة بأحلامك، مزبوط اللي عم بحكي ولا لا؟ أنا كمان بدي إياكي تكوني لاعبة شاطرة وقوية على المستوى المحلي والعالمي، وبعد هذا الحكي معقول أنا ما يكون معي مصاري كرمال تدريب بنتي الحلوة والأمورة؟ معقول هالشي؟ بعدين أنا بفتخر وقت كل الناس تحكي وتأشر علي وتقول هذا هو أبوه لنيلولا عبد السلة البطلة. بكرة الصبح أنا رح أعطيكي كل مصاريفك مشان تدريب السلة، اتفقنا يا بنت؟ شكرا بابا. أنا عن جد بصراحة يا سلفوشي من زمان ما قريت مثل هالرواية الحلوة هي، رواية ممتعة كتير وظريفة وكمان بتعبي الراس من جوا، يعني الواحد هيك بيحس حاله طاير لفوق كتير بخياله وبيقدر يستفيد منها بالحياة كمان، عن جد كتير ممتازة هالرواية. اسمعني هلا. ايه. أيود يقال لي إنه بهدلها، ومو بس هيك قسي عليها كتير لهالعقربة، وعن جد بتستاهل هيك وأكتر، مزبوط؟ لك شو الفايدة؟ إذا البحر ميته المالحة بتنشف، كنت تقول كانت ما بتتغير. على طول عندها أساليب وحيلة لكان. ايه معك حق، ما بيهم شو ما عملنا كله على الفاضي، كله بينكب على الأرض، بس بعدين هي فوراً وعلى الحارك بتنسى شو صار معها وبتبلش فوراً تزبط الخطط والمقالب اللي رح تساويها،
صح كل اللي عم تحكي؟ شو هالموضوع هلا مو وقته؟ هلا فكريلي بكنتنا الحلوة، هذا أول يوم شغل لكنتنا لأنها خلصت إجازتها ورح تبلش بالشغل تبعها. والله نسيت، شلون راح عن بالي؟ عن جد منيح إنك ذكرتني هلا. إيه ليك جاي؟ يجب أن يمتاز الإنسان بالخلق العالي والسامي وال... سلم هالإيدين. يسلموا يسلموا هالإيدين. الله يرضى عليك يا بنتي. عذبناك يا بنتي لا تواخذينا. صحيح آرتي، ليش اشتغلتي كل الشغل لحالك اليوم؟ كان لازم تتركي بس أنت وجوكنو يشتغلوا عنك وانت ترتاحي. هلأ أول شي لازم إنك تركزي على شغلك وبس يا روحي. يعني مثلاً لازم توصلي على شغلك بالوقت المحدد. اليوم رح ترجعي على شغلك وليكنا كلياتنا قاعدين بالبيت نتعاون بالشغل. لا تاكلي هم بنتي، انتي بس ديري بالك على شغلك. هاي ما سمعت منيح، مين بده يشتغل وشو هالشغل هاد؟ أنا بقصد أنا كنت عم أقول لك أنتي إنه جوكنو بس أنتي رح يطبخوا ونحنا رح نعمل باقي شغل البيت، هذا اللي كنت عم أقوله. بس شو نسيت قلك؟ أنا كنت مضطرة كتير أبعد جوكنو بس أنتي على بيت أخي مشان ينطفوه، لأنه اللي بيشتغلوا عندهم إجازة. شو؟ أما بالنسبة لهالعيلة بقى، أيود يا براساد رايحة الشغل، شو نعمل؟ والولاد بمدرستهم وجودي بجامعتها، والكنة الجديدة ما بتعرف تطبخ حسب ما شفت، والحنونة حماتي كالعادة بتتهرب من شغل البيت ما بدها تشتغل. مين ضل ياكل كانت؟ انت شو؟ ما بتساوي لك طبخة؟ انا رح اكون مبسوطة كتير اذا انت طبخت. تطبخ لنا ما هيك؟ بس بخاف اكل من ايدك لاتسمم، مستحيل امن لك. لحظة شوي بس، ما تكونوا عم تستنوني أنا ساوي لكم شغل البيت. أنا تعبانة كتير ومتوترة، ما لي قدرة أنا ساوي شي بالمرة، فإذا مفكرين بهيك شي إلغوا الفكرة، لا تتوقعوا مني أني أعمل شي. جولكاند لا تاكلي هم، أنا بعمل الأكل وشغل البيت خلص، أنا بقدر أعمل كل شي مو مشكلة. وهلأ قبل ما أروح على المكتب بكمل تنظيف. انبسطتوا ما هيك؟ عن جد شي رائع، بدي أساوي شغل البيت وتروح على شغلة بالمكتب. والله مالك سهل أبداً يا تعلب، مالك سهل. وانتي يا حنونة والله صدتي عروس لابنك، مرتبة وبتفهم. شفتي؟ ما قلتلك قبل شوي إن هي اللي اسمها جولكاند العقربي؟ ما بتعرفي إمتى بتبخ سما بوشك أو إمتى ممكن تقرصك. معك حق يا رجال. اسمعني، أنا بدي أطلب منك طلب صغير، وكنت عم أقول لحالي يعني كنتنا بدها شوية وقت لحتى تخلص الطبخة. شو رأيك لبين ما تخلص نروح أنا وياك على سوق الخضرة بسيارة الشركة تبعها، وساعتها منشوف حالنا ومناخد الخضرة بسعر أقل؟ لأنه بصراحة ما بدي روح وأطلب من جولكاند إنه تعطينا سيارتها، بعدين إذا رحنا بسيارة آرتي رح نلفت نظر وكل الناس رح يعملوا لنا ألف حساب وحساب وقتها. قوم نروح، شو عم تستنى؟ يلا، هالفرصة يمكن ما ترجع تتكرر أبدا. شو رأيك؟ هالفكرة مانا سهلة يا سنتوشي. يا عيني شو هاد ما عرفتي؟ معناتها ليش قاعدة لهلا؟ يلا قومي قومي تحركي. لا لا وقف، خليني بالأول روح شوف كنتنا، هلا برجع. استني، لشو كنتنا لترفض هيك موضوع؟ مو معقول ترفض طلب من بيت أهماها، ولشو لحتى ناخد إذن أصلا؟ ما في داعي. اسمعي، لا بقى تسأليها لكنتك وتاخدي رأيها بهيك قصص نهائيا، لأنه القصة كلها ياتا مالا طعمة. خلينا نحن نتصرف لحالنا ونروح.
يا ترى من وين طلع هالصوت؟ لازم روح حضر حالي بسرعة، بيكون الشوفير عم يستناني بالسيارة وما بدي اتأخر على شغلي. هيك خلص بتوقع كل شي صار جاهز. الو، وين رحت بالسيارة؟ أنا ناطرتك قدام البيت. مدام، أنا هلأ بسوق الخضرة. بيت حماكي هن جابوني لهون، قال بدهم يشتروا كم غرض. طيب مو مشكلة، خلص أنا رح أطلع فوراً على الشغل، وبس يخلصوا من السوق خد السيارة ورجعها على المكتب. ماشي. بعتذر منك آرتي، أمي وأبي ما كان لازم يعملوا هيك. أنا بحكي معهم بس يرجعوا على البيت مشان ما يرجعوا يغلطوا. لا لا تحكي شي ديف، ما في داعي، بسيطة الموضوع، مانو مستاهل. بجوز هنن ما بيعرفوا الوقت اللي بروح فيه على المكتب. لا آرتي، الغلط غلط. كيف بياخدوا سيارتك؟ بسببهم أنت رح تتأخري على شغلك. تعالي، أنا باخدك على المكتب بطريقي. هلأ الفرصة مناسبة، رح أحكي لديف عن فيكاس ونحن بطريقنا على المكتب. آرتي تعي، خلينا نروح، على الأقل منتذكر أيام زمان. طيب. اطلعي آرتي. مرتاحة هيك؟ كتير. وقت قريب رح يصير كل شي مثل ما لازم يا آرتي. هذا هو الوقت المناسب لحتى أقول له لديف كل شي صار معي.